في هذا الفيديو بدنا نتابع الدي سي موتور. راح ركز من هون على سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور. وانا اخذت الموديل من السيم باور سيستمز. من السيم باور سيستمز نزلت الموديل تبع سيبريتلي اكسايتد او سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور. الفيلد عندي هون، الفيلد لازم نعطيه، انا هون راح اعطيه كونستنت، فاعطيته كونستنت فولتج. هلا راح نشوف قيمته قديش ومن وين جبتها. هاي اطراف الارمتشر. وبعدين هون في عندي ميجرمنتس بتطلع من المحرك، اربع اشياء بقدر اقراها عن المحرك هذا. لازم اعطي المحرك قديش التورك تبع اللي على الشارت، يعني اللود تورك اللي عليه حتى يقدر يتعامل معاه، وعلى اساسه بتتحدد السرعه. فانا بحدد قديش اللود التورك. فانا عندي هون تورك لود، انا هلا حاطه مثلا 80، راح افرجيكم كيف حسبنا ال 80 من وين جبناها. خلينا نطلع اول شيء بتفصيل اكثر على المحرك، المحركات الدي سي. اذا انا فتحت او نزلت من اللايبرري دي سي موتور، في عندي بريسيت مودلز. بريسيت مودلز يعني في مجموعه، انا هون بختار السادس، بس في عندي هون مجموعه من المحركات ممكن اختار اي واحد منها، وهذا بكون في له بارامترز بقدرش اغيرها بعدين، او اني ما باخذ بريسيت موديل وبعدين انا بحط البارامترز اللي بدي اياها. يعني خلينا اشوف هذا الموديل. انا اخذت هون موديل 20 هورس باور. تذكروا ان الهورس باور هي 746 واط، فهذه هي الريتد باور تبعت هذا المحرك. هاي 240 فولت هي الريتد ارمتشر فولتج، الافريج ارمتشر فولتج تبعت الارمتشر لهذا الدي سي موتور 240 فولت. الريتد سبيد يعني لما يكون يعطيني الريتد تورك راح يكون ماشي على هاي الريتد سبيد اللي هي 1750 ار بي ام. وتذكروا دير بالكم في كل شغلنا هون لازم نحول من ار بي ام لراديانس بير سكند حسب الحسابات اللي بنعملها. الفيلد بحط عليه هون الريتنج تبعته 300 فولت، فلازم احط على الفيلد 300 فولت، فهذا واضح ببين لي قديش الفولتج اللي لازم احطه على الفيلد اللي هو 300 فولت. لو اخترت هذا الموديل اللي هو 0.6، لاحظوا هون الميكانيكال انبوت انا راح احدد التورك والمحرك راح يعطيني السبيد. انا كان بامكاني اعمل العكس، كان بامكاني احدد قديش السبيد اللي الشافت هذا بدي اياه يمشي عليها وهو راح يحدد التورك، بس انا هون راح احدد التورك كانه في عندي لود، يعني كاني برفع لود مثلا. لو انا برفع لود معين واللود هذا حتى ارفعه بده 80 نيوتن متر، بدخله كانبوت للسيستم، والمحرك بيحدد لي ايش السرعه اللي راح يستقر عليها هذا المحرك على هذا اللود، اللي هو منطقي اكثر من اني احدد له السرعه وهو يعطيني التورك. البارامترز، هاي البارامترز المختلفة تبعت هذا المحرك. هلا هون طبعا راح تشوفوها كلها مظللة، السبب انها مظللة انه انا هون اخترت موديل بريست موديل. لو اني اخترت نو بريست موديل يعني هذا هون، راح تلاقوا كل البارامترز هاي بطلت مظللة وبامكاني اغيرها زي ما بدي. فبعض البارامترز محطوطة كاري، اري من تو بارامترز، يعني هذا سكوير براكت هون والسكوير براكت اللي هون ببين كانها اري من تو بارامترز. فمثلا الاول هو الارمتشر ريزيستنس بالاوم، والثاني هو الارمتشر اندكتنس بالهنري. بعدين عندي الفيلد فيلد ريزيستنس، حتى الفيلد ريزيستنس كمان في لها اندكتنس كمان محدد هون ب 27 هنري. عندي الفيلد ارمتشر في ميوتشوال اندكتنس، كانه في ميوتشوال اندكتنس ما بين الفيلد والارمتشر، ما بين الفيلد والارمتشر في ميوتشوال اندكتنس. فكان لما بصير في دي اي على دي تي، في واحد منهم بسبب تغير بالفولتج في الثاني. الانيرشيا مهمه، هاي الانيرشيا هي تبعت المحرك نفسه، الروتر تبع المحرك نفسه اللي هي وحدتها زي ما بتتذكروا هي الكيلوغرام متر سكوير، اللي هي الروتيشنال ايكوفالنت للماس في الترانزليشنال سيستمز. والانيرشيا هون رامزينها بجي. هاي لاحظوا انها مش تبعت اللود، مش لود خارجي، هاي بس الانيرشيا تبعت الروتر تبع هذا المحرك. طبعا هون احنا بنقدر نغيرها لانه ما اخترنا بريست موديل. لما ارد ارجع هلا على بريست موديل بتصير هذه مظلله وما بقدر اغيرها. فيسكس فريكشن كمان في عندي كولوم فريكشن وفيسكس فريكشن. تذكروا الفيسكس فريكشن بتعتمد على الروتيشنال سبيد، او بتعتمد على السبيد بشكل عام. بالحاله هاي لانها روتيشنال فيسكس فريكشن بتعتمد على الروتيشنال سبيد ان راديانس بير سكند. الكولوم فريكشن هي كونستنت فريكشن، ما بتتغير، ما بتعتمد على سرعه، سبيد اندبندنت. فهون في الحاله هاي محطوط مثلا في هذا المحرك انه عندي في كونستنت فريكشنال تورك مقداره 2 نيوتن متر، وفي فيسكس فريكشن هذا بدي اضربه في السرعه ان راديانس بير سكند حتى يعطيني قديش قيمة الفيسكس فريكشن. الانيشال سبيد يعني انه المحرك هذا لما ببدا السيميليشن راح تبدا سرعته من 0 راديانس بير سكند، ما راح يبدا من سرعة محددة، راح يبدا من 0 وبعدين راح يتسارع للسرعة النهائية. راح ارجع هذا على البريست موديل رقم 6، وبتلاحظوا بس اعمل هيك راح يرجع هدول البارامترز راح يرجعوا كلهم مظللين. انا شايف قديش قيمتهم بس ما بقدر اغيرهم لانهم مرتبطين بهذا البريست موديل. ورجعت الانبوت هو تورك لانه انا بدي اغير اللود تبع التورك. هدفي من هذا الاكسرسايز بدي اطلع السبيد تورك كيرفز، العلاقه ما بين السبيد والتورك
على فولتجز محدده. هلا هذا احنا متذكر قلنا هذا المحرك كان 240 فولت، فراح احط اللي هون في البدايه راح احط سبلاي على الارمتشر 240 فولت. 240 فولت نبدا من هون، راح اثبت هون الفولتج على 240 فولت دي سي. اذا انا حاطط الريتد فولتج على الارمتشر، حاطط الريتد فولتج على الفيلد اللي هو المفروض يكون 300 فولت حسب ما هو معطيني في الموديل من هون، اللي هو الفيلد 300 فولت للفيلد و 240 فولت للارمتشر. اذا هيك جاهزين احنا نبدا نشتغل في هذا السيستم. هلا من هون اللي بيطلع معي الاوتبوت هي اربع سيجنالز في سيجنال واحده، فلازم استعمل دي مالتيبلكسر حتى افككها. وبترجعوا للدوكيومنتيشن او الهيلب تبعت الدي سي موتور، راح يعطينا ان هدول الاربعه بتكونوا من اول شيء السرعه الراديانس بير سكند، الثاني هو الارمتشر كرنت اي اي، الفيلد كرنت اي اف، وبعدين اخر شيء الالكتريكال تورك، التورك اللي بينتجه هذا المحرك. في الحال هاي التورك اللي بينتج المحرك راح يكون اعلى من اللود تورك، لانه بده يتغلب على الفيسكس فريكشن والكولوم فريكشن. فمجموع الفيسكس فريكشن والكولوم فريكشن واللود تورك هم الالكتريكال تورك اللي بولده، يعني هذا التورك اللي بتولد من هذا المحرك. انا هون مركب ديسبلايز، اربعة ديسبلايز، ما راح احتاج اوسيلوسكوب في الحاله هاي، لانه انا بس مهتم في القيمه النهائيه، النتيجه النهائيه اللي بيستقر عندها المحرك، الستدي ستيت اللي بوصل لها. وانا عدت هذول الميجرمنتس هون حطيتهم للتذكير في هاي التابل الموجوده هون. هلا الحسابات، حتى بدي اعرف التورك، انا ما بعرف قديش الريت التورك تبعت هذا المحرك، انا لازم احسبهم، فراح احسبهم بالطريقه هاي. راح اخذ عندي هاي الريتد سبيد تبعت هذا المحرك، الريتد سبيد يعني هي السبيد اللي بيمشي عليها المحرك لما بيكون بيعمل ديليفري للريتد تورك تبعته. الريتد باور تبعته هي 20 هورس باور، اذا بضرب 20 في 746 بعطيني 14920 واتس، حوالي 15 كيلو وات هذا المحرك اللي هو 20 هورس باور تقريبا. اذا من هون وبحول طبعا الريتد سبيد اللي هي راديانس بير سكند بقسمها على 60 وبضربها في 2 باي، راح تعطيني الريتد سبيد ان راديانس بير سكند اللي هي 132. هلا اتذكروا انه الباور بتساوي التورك في الروتيشنال سبيد، بس لازم التورك تكون وحدته نيوتن متر والسبيد تكون وحدته راديانس بير سكند، بتكون الباور ريتنج تبعتنا بالوات. اذا هاي 14920 بتساوي الريتد سبيد في الريتد تورك، اذا الريتد تورك بيساوي الباور بالوات مقسومه على الريتد سبيد ان راديانس بير سكند اللي هو بعطيني 81 نيوتن متر. اذا الريتد تورك تبعت هذا المحرك 81. اذا انا راح ابدا هون، بقدر ابدا من قيمه 80، بقدر ابدا من قيمه 80 نيوتن متر. اذا هلا احنا جاهزين نبدا نعمل السيميليشن. راح اعبي الريزلتس هون في تيبل، انا مجهز تيبل وانا معبيها مسبقا، بس راح ناخذ كم قراءه اول شيء نشوف كيف طلعنا القيم. فراح ابدا هون، هلا راح ابدا من ارمتشر فولتج مقدارها 240 فولت ولود تورك مقداره 80. راح احط اللود تورك على 80 وراح احط الارمتشر فولتج على 240. راح اثبت الارمتشر فولتج هلا على 240 واغير التورك واشوف كيف يتغير السرعه عشان اقدر اطلع اول سبيد تورك كيرف على فولتج مقداره 240. فاذا بنعمل رن الان، انا عامل هون كونتينوس باور جي يو اي، لاحظوا هون اول شيء انه الالكتريكال تورك اللي بعطيني على المحرك اكثر من اللود تورك، والسبب انه اكثر من هذول حوالي 3 نيوتن متر الزياده بحتاجهم حتى اتغلب على الكولوم فريكشن اللي هي الكونستنت فريكشن والفيسكس فريكشن في المحرك، لانه هذا اللي يكون في نوعين هذول من الفريكشن موجودين في المحرك. فاللي بضل عندي هو ال 80 اللي بتغلب فيه على اللود، اذا كاني عم برفع لود معين او بعمل عمل معين بحتاج 80. والسرعه اللي ثبت استقر عليها السيستم هي 183.7 راديانس بير سكند. فبعبي هون اول قيمه من القيم هي 183، متاكد من القيمه 183.7، هي عندي هون 183.7. الارمتشر فولتج كان 240 واللود تورك 80. خليني انتقل مثلا لو كان عندي هون نو لود، يعني لو شلت اللود عنه تمام راح ترتفع سرعته، خليني اغير هاي واحطها الان زيرو، هذه اللود تورك زيرو طبعا. نعمل الان رن، رح نلاقي واضح انه السرعه طبعا ارتفعت لاني خففت اللود على السيستم، فصار لما خففت اللود عنه صار تقدر تزيد سرعته لانه نزل الكرنت، فبزيد عندي الباك اي ام اف. فصار عندي هلا، لاحظوا هون انا عندي الارمتشر فولتج 240 وعندي السبيد وصلت 208
208.9، فالآن بقدر أعبي على زيرو لود تورك عندي صار 208.9 radians per second. وطبعا التورك كلها in between عم تعطيني speeds in between، فأعطاني خط كامل. لما بدي أريد أنتقل الآن بغير الأرمتشر فولتج مثلا ل 210 بغير الآن، يعني لو إني أنا بدي أتحكم بهذا المحرك بتغيير الأرمتشر فولتج بقدر أجيب speed torque curve مختلف عن speed torque curve السابق. فناخذ مثلا هون على نفس الزيرو هلا، لنزلت الفولتج على نفس التور المفروض تنزل معي السرعه من هون، فالمفروض تنزل على 208.9. خلينا نتاكد، يعني نزلنا احنا الارمتشر فولتج 30 فولت، فنزلت فعلا من 208 لحوالي 182.7 بالعشره. اذا بقدر الان كمان هون اعبي هذا الرقم 182.7 بالعشره هيو على زيرو لود تور وعلى 210 فولت. ولو اخذنا مثلا القيمه القصوى، لو انا زدت اللود على هذا المحرك على 210 فولت، راح ازيده هلا هون ل 80. نعمل الان رن، بنلاقي نزلت السرعه ل 157.6 بالعشره، وهي بنلاقي هون 157.6 بالعشره. بنكمل بنفس الطريقه هاي، برد بغير الارمتشر فولتج ل 180 بطلع التسع نقاط الموجوده هون، بعدين بغيرها ل 150 بطلع التسع نقاط الموجوده هون، وهكذا صار عندي كل السيت اوف سبيد تور كيرفز. اخذت هذول عملت لهم بلوتينج. هلا المفروض لما بعمل بلوتينج هون احط السبيد، احنا زي ما تعودنا السبيد كان هو الاكس اكسس واللود تورك هو الواي اكسس، لاسباب فنيه هون في الاكسل انا غلبني ما قدرت اني اعمل له بلوتينج بحيث اني احط التورك هناك والسبيد هون، فعكستهم. بس شكل الكيرف بضل تقريبا نفسه، واضح انه مجموعه من الكيرفز السلوب تبعهم نفسه، وبعتمد مكانهم على الارمتشر فولتج. فاعلى واحد هو ال 240 اللي هو بيكون موجود هون، وعندي اقل واحد او اوطى واحد هو ال 120 فولت اللي موجود هون، وبينهم الفولتجز الثانيه. فانا استطعنا احنا بتغيير الارمتشر فولتج نغير العلاقه ما بين السبيد والتورك، وعندي هون خمس سبيد توركرز او 6 1 2 3 4 5 سبيد توركرز اللي هي من فولتجز من 120 فولت ل 240 فولت. وهذا واضح انه لانه سيبرتلي اكسايتد، لو انه مش سيبرتلي اكسايتد، لو انه شنت او سيريز كان اختلف شكل سبيد توركرز وبطلوا خط مستقيم. وهذه بتفرجينا طريقه مهمه للتحكم في الدي سي موتور، بامكاني بتغيير الارمتشر فولتج من هون بامكاني اغير الكاركترستيك سبيد تور كاركترستيكس لهذا الدي سي موتور. وهذا بنعمله عادة عن طريق استعمال باور الكترونيك ديفايس زي فولي كنترول 3 فيز ريكتيفاير محل هذا الدي سي فولتج سورس.